مساء الخير والحب والأمل والتفاؤل على حضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. بنمسي عليكم من برنامجكم المفضل ما وراء السطور. الحياة كتاب سطورها الواقع الذي يعرض لنا الحقيقة والحلم الذي يحيا فينا الخيال والأماني، لكن بجانب كل صفحة من الكتاب نترك فراغ سطر، ولأننا لا نتذكر قراءة ما بين السطور سوف نبحث عنها من وراء السطور. بحثنا وجدنا موضوع مهم يهم كل امرأة من سن البلوغ حتى سن اليأس، وجدنا أيضا موضوع يهتم ببطانة الرحم المهاجرة، وسوف تقوم بالتوضيح ضيفة حلقة اليوم الأستاذة الدكتورة صباح استشاري العلاج الطبيعي وصحة المرأة، خبرة 34 عاما، أخصائي إكلينيكي علاج طبيعي سريري في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأيضا بكالوريوس علوم جامعة القاهرة والحاصلة على دبلوم دراسات عليا في تأهيل الحوض من معهد هارمن ويلز بالولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا شهادة حضور من دورات بطانة الرحم المهاجر والضعف الجنسي عند النساء وإعادة تأهيل سرطان الثدي. أهلا، زيك يا دكتور. نورتينا حضرتك في برنامجنا النهاردة. شكرا. وسعداء جدا بوجود حضرتك. شكرا. قبل جزيلا ما ندخل يا دكتور على موضوع الحلقة، عايزين نعرف يعني إيه معنى تأهيل الحوض. تمام، سؤال مميز. ما معنى تأهيل الحوض؟ الحوض يحتوي على الأحشاء، عظام، مفاصل، أربطة، عضلات. فالأحشاء الجهاز التناسلي والجهاز الهضمي موجودين في منطقة الحوض والبطن، فالمسيطر على المنطقة دي عضلات قاع الحوض. طب عضلات قاع الحوض ليها بيكون وظيفة معينة؟ عضلات قاع الحوض عضلات صغيرة الحجم ولكن ذو أهمية كبيرة، واحنا نسميها الفايف اس، لان كل وظيفه بتبتدي بحرف الاس. بمعنى ان مسؤوله عن تقاوم الجاذبيه الارضيه في اثناء الوقوف، تقاوم انقباضات عضلات البطن، وان هي مسؤوله عن كسله لاحتواء الاحشاء والاعضاء داخل الحوض. طب بعض السيدات بالنسبه لبطانه الرحم المهجره مش عارفين يعني ايه المرض، ايه معناه؟ احنا قلنا ان ليه تعريف محدد؟ لا، احنا قلنا عضلات قاع الحوض مسؤوله عن الكسله تسند، في نفس الوقت بتعمل التوازن ما بين مفاصل الحوض واربطه الحوض، في نفس الوقت مسؤوله عن الانقباض والانبساط اثناء العلاقه الحميمه. تمام. مسؤوله عن الانقباض والانبساط اثناء التبول والتبرز. مسؤول عن ضخ الدم لمنطقه الحوض. اتفضل كمان. اوكي. فبالنسبه لبطانه الرحم المهاجره يوجد علاقه في تاهيل الحوض، ولان المرض بطانه الرحم المهاجره بيكون داخل الحوض واحيانا بتخرج خارج الحوض. طب بطانه الرحم المهاجره بيكون ليها اعراض او علامات معينه في الظهور؟ ما هي يعني لما بتظهر عند السيد اعراض دي بتقول انا عندي كذا؟ بطانه الرحم المهاجره ما هي؟ الرحم بيكون مغطي ببطانه داخليه طبيعيه وبتتكاثف ولاستقبال بواسطه بهرمون البروجسترون، وتتكاثف وتتماسك لاستقبال الجنين. تمام. وفي حاله عدم تخصيب البويضه بيفرز الجسم هرمون الاستروجين ليقوم تكسير الغلاف الداخلي للرحم وتكسيره ونسفه وخروجه خارج الجسم عن طريق المهبل في اثناء الدوره الشهريه. تمام. ولكن بطانه الرحم المهاجره خلايا مشابهه لها وتقوم بنفس الدورات وتتاثر بتاثير الهرمون، ولكن للاسف ما تخرج خارج الجسم عن طريق المهبل، ولكن تدخل خلال قناه فالوب وتدخل الابيض داخل جدار الرحم. تمام. دخل جدار الحوض. واحيانا بتهاجر خارج جدار الحوض بتروح توصل للامعاء، احيانا توصل للرئه. طيب يا دكتور، الإصابة بتزيد بين السيدات، تمام، بيكون ليها أسباب معينة؟ على أساس إن السيدة لما تعرف الأسباب دي تكون واخدة بالها؟ لا، حسب الأعراض. فما هي الأعراض؟ اولا اثناء بيكون اكثر نسبه لكل نسبه عالميه بيكون لكل 10% من 7 ل 10% النساء عندهم بطانه رحم المهاجره، ومش السيدات المتزوجات كمان موجوده في البنات. تمام. بتبتدي من سن ال 25 لسن ال 40.
عادة بكون أعراضها واضحة، وهي آلام حادة قبل وأثناء وبعد كل الدورة الشهرية. كل ما بتكبر السيدة في السن كل ما بالإصابة بتزيد؟ لا، من سن العشرين، لأن دي وقت الخصوبة اللي يكون الدورة عندها والهرمونات كده، لأن مع كبر السن الهرمون بيقل. بيقل. فلذلك محددة بسن معين يعني؟ لا، من هي من سن حضور الدورة لفترة انقطاع الدورة، ولكن الأكثر وجدوه من سن ال 25 لسن ال 40. الفترة بتتزايد فيها، بتتزايد، بتظهر الأعراض أكثر فيها. والأعراض مش هي الأعراض، الألم هو سبب نسبة المرض. أحيانا ممكن يكون سيدة عندها آلام خفيفة ونسبة اضطراب بطانة الرحم مرتفعة. أحيانا تكون الآلام شديدة جدا ونسبة اضطراب الرحم قليلة. فمش المقياس الألم. فهي طبعا هي أحيانا بيجيها ألم أثناء وقبل وأثناء وبعد الدورة. أثناء العلاقة الحميمة بيكون في ألم، بيكون ألم في أسفل الظهر أثناء الدورة، بيكون عندها اضطراب في الأمعاء، بيكون عندها طبعا دي الأعراض بتختلف من سيدة لسيدة. بتكون عندها أعراض أخرى زي الإمساك والإسهال والتعب والشعور بالغثيان. وطبعا أكثر شيء وهو تأخر الحمل، الإنجاب أو العقم. طب وهي يا دكتور المرض بطانة الرحم المهاجرة ده بيكون ليه درجات معينة؟ يعني أقل في متوسط في أسرع؟ مراحل هي مراحل، ولا بيكون كلها واحدة؟ لا، هي مراحل. يعني المرحلة البدائية أو الأدنى بتكون من واحدة لخمس نقاط. المبتدئة الخفيفة بتكون من ستة ل من 6 ل 15. الحرق المتوسطة من 16 ل 40. الشديدة الحادة بتكون فوق ال 40. يعني نقطة. هي بتكون درجات أصلا يا دكتور؟ مراحل مراحل مراحل, مراحل. طب والتشخيص بالنسبة لو شخصت الحالة لما بتكون نسبتها أكبر بتاخد وقت كبير؟ لا، في العلاج؟ هو اللي بيقوم بتشخيص طبيب النساء، طبيب النساء هو اللي بيقوم باجراء بالتشخيص الحاله. المريض بيروحه بياخد من التاريخ الطبي والاعراض اللي موجوده عند المراه، وبيقوم بعده فحوصات. الفحص اليدوي المهبلي هو فحص النساء يقال عنه، ويقوم باجراء تحليل دم لكانسر 125 على اساس بتكون مرتفعه بسيطه احيانا في مع بطانه الرحم، وفي عن طريق المنظار عن قبلها بيكون في السونار، في الاشعه المغناطيسيه. يعني مرضى الكانسر بيتاثروا اكثر؟ بيتاثروا اكثر مرضى الكانسر؟ لا، هو ممكن مع المضاعفات بيكون يعني الاصابه، نسبه الاصابه عندهم اسرع. لا، بطانه الرحم المضاعفات بتاعتها حاجتين، العقم او سرطان الرحم. دي مضاعفات بطانة الرحم بأسباب أساسية دي بتكون من ضمن التشخيص؟ لا، هي مضاعفاتها يعني لو ما تعالجت ممكن تؤدي إلى عدم الإنجاب، لأن هي بتكون خلايا مشابهة فوق المبيضين، وده أكتر منطقة مصابة بتكون المبيضين. فلما تعمل كيس دموي على المبيضين بتمنع الإنجاب، فبتعمل العقم. وأحيانا بتأثر على الرحم وتتقلب لخلايا سرطانية. طيب يا دكتور، يعني في قلق من كثير من السيدات، تمام، العلاج ليها علاج بطانة الرحم المهاجرة دي ليها طرق علاج ولا بيكون صعب العلاج فيها؟ لا، هي بطانة الرحم المهاجرة أغلبيتها بيكون علاجها الأعراض. فعلى سبيل المثال في ألم شديدة، فالطبيب المختص بيعطي مسكنات، أدوية مسكنة لهذا الألم. في جراحة؟ في خلل هرموني. لأن احنا قلنا معها قلنا أسباب البطانة الرحم المهاجرة. أسبابها يا إما الحيض الارتجاعي. تمام. فاللي يحصل ان الدوره الدم الدوره يخرج خارج من المهبل، ولكن دي بترتد وترجع تاني. تمام. بيكون في خلل هرموني. فالخلل الهرموني بيخلي ان الجدار الداخلي للبطن بيتحول الخلايا البروتينيه لخلايا بطانه رحم. بيكون في عوامل وراثيه، يعني الوالده مثلا يكون عندها بطانه رحم، ممكن تكون البنت يجي لها بطانه رحم. بيكون عوامل اخرى الانتقاليه، الاوعيه الدمويه والسائل الليمفاوي ينقل الخلايا
خارج الرحم داخل الحوض. في الخلل الهرموني بيكون الهرمون بيحول الخلايا بطانة الرحم إلى بطانة مهاجرة خارج الرحم. فتعددت الأسباب. العلاج يكون في أعراض ألم مسكن للألم في والألم بيروح نهائي يا دكتور؟ لا طبعا هي يعني ولا بالتدريج؟ لا هو حسب الحالة. حسب الحالة. لأنك أنا شرحت لحضرتك إن الأعراض كلها مش موجودة، ممكن تكون في واحدة وحدها أو موحدة بتختلف من سيدة الأخرى. يعني في مثلا في علاج هرموني لحالات خلف الهرمون، في حبوب تنظيم الحمل، في واحدة عندها بطانة الرحم عاملة لها عقمة هي عايزة تخلف تنجب، ففي الحالة دي بيعمل لها المنظار البطني. في حقن مجهري على اساس الانجاب. فبتختلف الحاله، طبيب جراحه النساء بيقوم بحسب الحاله بيشخصها وبعدين بيحولها لحضرتك بعد التشخيص. لا انا كدوري بقى العلاج الطبيعي بيجي لي التحويل المريضه كدوري دوري انا بعالج العرض وليس المرض. تمام. يعني الدكتور بيعالج بيشخصها وبعدين بيبقى تيجي لحضرتك بتشخصيها. عايز اعرف دورك بالتفصيل كاستشاري علاج طبيعي وعلاج تقويم وصحه المراه. بناخد التاريخ المرضي للمريضه وبنفحصها ككل، لان هي المنطقه بطانه الرحم في منطقه الحوض. تمام. ولكن المرض مش بيأثر على الحوض بس، بيأثر عليها كليا على الجسم كله. بتحس بألم في بعض المناطق يا دكتور؟ بيجيب لها شد عضلات، بيجيب لها قص النفس، بيجيب لها ديبريشن اكتئاب. بنفحصها كلية. تمام. ففي الحالة دي أنا دوري كعلاج طبيعي. تمام. أول حاجة تخفيف الألم. ثانيا تخفيف الالتصاقات، لأن الخلايا يعني حضرتك يا دكتور لما بتعمل التصاقات. في كمان بعد الجراحة، يعني أحيانا في جراحة القيصرية أو استئصال الرحم في الشق الجرح بيحصل ندبات بطن الرحم. تمام. فبيحصل التصاقات في شق الجراحة. ففي الحالة دي أنا دوري إن أنا أخفف الألم وأساعد على إزالة الالتصاقات، تحسين الحالة النفسية، النشاط البدني والمرونة. تمام. للمرأة. حضرتك قلت لي قبل كده يا دكتور لما مريضة بتجيلك بتفحص الجسم كله مش منطقة الألم نفسها بس، عشان بعد كده بتكتشفي إن في أعراض هي ممكن تكون مش واخدة بالها منها. بالظبط. زي إيه يا دكتور؟ يعني مثلا تيجي تقول أنا ظهري بيوجعني. مريضة وتقولك ظهر بنعان، شيء طبيعي. الناس بتفكر الظهر العضلي شد عضلي انزلاق غضروفي. وممكن يكون المشكلة مش في العمود الفقري، المشكلة كلها في الحوض. في حالات جات لك صعبة جدا لما شخصتيها؟ بعد مدتها اخذت قد ايه في العلاج؟ بتختلف من حاله لحاله. تمام. ما جيش اقدر اقول انا المريض انت هتاخد 6 جلسات وهتخف. او 8 جلسات وهتخف. بتختلف من حاله لحاله. مدى امتداد المنطقه البطانه المهاجره دي ماذا تاثيرها عليها. تمام. فبنشوف من منطقه لمنطقه. فاحنا بنقول خطه العلاج بتاعتنا ان احنا تخفيف الالم. ازاي احنا هنخفف الالم؟ أول حاجة بنستخدم الكمادات الدافئة لتنشيط الدورة الدموية وتسكين الألم. بنستخدم جهاز التنس اللي هو التحفيز الكهربائي العصبي عن طريق الجلد ويتحط في منطقة الحوض. بنستخدم أجهزة أخرى لتسكين الألم، وفي نفس الوقت بنستخدم الإبر الجافة والإبر الصينية الأكوبانشر لتسكين الألم. واهم حاجه التنفس والاسترخاء، لانها بتكون عند اجهاد. فبنستخدم لها تمارين استرخائيه زي اليوجا وتمارين تنفس. العضلات متقلصه فبنقوم باسترخاء العضلات بتمارين شد استرتش لعضلات قاع الحوض. بيكون لعضلات البطن، لعضلات الضمه للحوض، الرباط اللي هي الهامسترنج دي. تمام. كل العضلات دي بتكون متقلصه وبتاثر على العمود الفقري، بيجي لها انحناء، بيجي لها الم مع المشي. ف
فبنعمل استرخاء لدي. هذا بالنسبه للجانب الالم. اما الجانب الاخر الالتصاقات فبنقوم بالالتصاقات بجهاز الالتر الموجات الصوتيه العلاجيه وليس التشخيصيه. تمام. على مناطق الالتصاقات وخاصه في حالات الشق الجراحي بنقوم بحاجات اسمها يدويه المانوال في وتقنيه وورن. بنستخدم العلاج يدوي على الرحم وعلى قناه فالوب وعلى المبيضين. تمام. وفي نفس الوقت في علاج الاستيوباسي. ايه هو العلاج الاستيوباسي؟ العلاج الاستيوباسي اللي هو العلاج التقويمي للنسيج الضام للجسم. وحضرتك درست بره دكتور في الولايات المتحده وسافرت ورحت بلاد ودرست دبلومات وكده في التخصص؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. طبعا ساعدك في التشخيص وعلاج المرض طبعا. لان العلاج الاستيوباسي يختلف عن العلاج الطبيعي. الجامعات اللي درست فيها الكليات بره مصر؟ انا واخده دبلومه الاستيوباس من كندا. كليه انتريو ومن كليه برتغال. وبالنسبه لصحه لتاهيل الحوض صحه المراه وتاهيل الحوض دي من كليه معهد ويرن هيلزون في يونايتد ستيت. واخذت عده كورسات عن المشاكل العلاقه الجنسيه الحميمه وسلس البول. تمام. قلتي لي يا دكتور قبل كده في مريضه كانسر جات لك تمام بعد ما اتعالجت من الدكتور المتخصص عملت لها ايه لما جات لك؟ ايه دورك؟ هو موضوع تاني. هو موضوع تاني خارج الموضوع الحلقه وان شاء الله بنتكلم بيه باستفاضه على دور العلاج الطبيعي لصحه المراه في بعد استئصال الثدي وبعد جراحه عنق الرحم ان شاء الله. ماشي. في اتصال تليفوني هدى من القاهره. الو هبه. ايوه هبه. ايوه يا حبيبه الدكتوره معاكي اتفضلي ايه سؤالك؟ الصوت بيقطع اقعدي في مكان فيها شبكه. تمام. ايه سؤالك؟ وهي دلوقتي بتحسب ورم في الرحم. ورم نيجي في الرحم بس حاجه وفي هرش مستمر. تمام. عندها ورم ليفي في الرحم. ايوه كملي. لا الصوت. تمام. القطع عشان شبكه. هي عندها ورم ليفي في الرحم اكيد راحت للدكتور متخصص اورام ده بالطبع. فايه دورك في الحاله دي؟ لا بالنسبه للاورام الاورام الليفي بتروح للطبيب المختص ويعمل لها الفحوصات الكامله ويتاكد ان هو ورم حميد ورم ليفي. وفي الحاله دي بترجع للطبيب جراحه النساء هو اللي بيقرر اذا كان يحتاج استئصال يعني او لا. يعني ليكي دور في الموضوع ده بعد ما تتعالج من الدكتور المتخصص. هو الطبيب بيشوف اولا حجمه ايه ومكانه فين ويحتاج استئصال او علاج اخر. وفي الحالة دي لو حصل لها اي مشاكل في عضلات قاع الحوض او القوام او الجسم او الحوض بتحول لي. يعني بعد ما الدكتور يخلص المتخصص بديكي تعالجيها العلاج الطبيعي. بالضبط. تمام. والله يا دكتور يعني تخصص جميل خاصة يعني بعد ما بيتعالج الواحد بيحس عنده حالة نفسية برضو اكتئاب في بعض الأمراض. لما يعني لما الواحدة تكتشف أن عندها كانسر أو عندها حاجة معينة فلازم على الأقل تيجي عندك وفي علاج طبيعي علشان يبقى الشفاء تام. تستخدمي علاج طبيعي معاها؟ يعني هو المريض بيتعالج نفسيا سايكولوجيكال واورجانيك. يعني احنا البني ادم مكون من ثلاث حاجات. تمام. الجهاز العضلي العظمي اوكي والاحشاء اوكي والجسم والروح والجسد. فالروح لو اشتكى الجسم الروح هتتاثر. هبه رجعت معانا. لو في اي روح الروحه في مشكله في الروح هتاثر على الجسم. فالبني ادم وحده متكامله. تمام. هبه رجعت معانا من القاهره. ايوه هبه. انا بقول لحضرتك هي الموضوع ده بقى له فتره معايا بس هي من يوم بتحس فيها تنقسيش كسل خفيف كمان ستين دم وهي بتعصر فيهم كده نقطتين بصوت بس ما فيش وجع فيها ولا في اي حاجه.
اعمل تحاليل ايه او يعني ده ليه علاقه لو للحميد؟ اكيد التحاليل مطلوبه، ما لازم اي تشخيص لازم تحللي. نمره واحد لازم تروح تعمل عند طبيب المختص ويقوم بالفحص واجراء جميع الفحوصات، وهو اللي يقرر اذا كان هذا ورم ليفي، حجمه ايه، مكانه فين. تمام. اوكي. ولا الاشياء دي لا تهمل، لان ممكن تكون في بدايه وما فيش اسمبتوماتيك، يعني ممكن يكون بطانه الرحم موجوده ومش عامله اعراض. تمام. فلو اي اعراض وحاسه ان هي عملت سونار وفي ورم ليفي، يبقى لازم تراجع الطبيب وتتابع معاه. اكيد لازم اشعات وتحاليل في الدكتور، في مع الدكتور المختص، لولا ما بترجع لحضرتك عشان تكتشف بالظبط مدى الاصابه، وكمان اصابه عميقه ولا قليله، اعراضها نسبتها. ما هو الورم يختلف، الورم الليفي عن بطانه الرحم المهاجره. في اختلاف. في اختلاف. تمام. في ورم حميد او الورم الليفي، وفي الورم الخبيث اللي هو الكانسر، وفي بطانه الرحم المهاجره. فبتختلف بطانه الرحم المهاجره مش سرطان، دي خلايا بتنشئ مشابهه لخلايا بطانه الرحم. هي مش سرطان. تمام. ولكن ممكن تتحول. في تمام. في مكالمه من ام مصطفى. ايوه مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك؟ تمام يا حبيبتي، اتفضلي. سؤالك ايه للدكتور؟ بصي حضرتك، انا معايا بنتي عنديها كالدبله 4 سم، فهو منين جاي الكالدبله ده؟ مكانه فين؟ مكانه فين؟ تمام. مكان ايوه فين المكان؟ مكان ايه؟ الكيس الدهني. الكيس الدهني في الرحم. في الرحم. كيس دهني في الرحم. طيب كيس دهني في الرحم. بنتها عندها كم سنه؟ كم سنه بنتك؟ طولي 4 سنتي. بنتك كم سنه؟ 23 سنه. لا، يبقى لازم تراجع الطبيب المختص، طبيب النساء. لازم تراجع طبيب النساء. في اسئله ثانيه هتوجهها للدكتور؟ نعم. في اسئله ثانيه؟ في سؤال ثاني؟ لا حضرتك، انا بس السؤال عايزه اسال هو جه منين. تمام، شكرا يا فندم. بنتها عندها 23 سنه، عندها كيس دهني على الرحم. ما هو الكيس دهني على الرحم دي بتكون تغيرات فسيولوجيه في الجسم، وبتتكون الاكياس الدهنيه، تغيرات فسيولوجيه بيحصل، الخلايا تنشط نشاط غير طبيعي، تبقى ورم او ليفي او نشاط غير طبيعي، بيبقى ورم سرطاني، فبتختلف. فلازم المتابعه، مش لازم المريض يعمل فحوصات تامله، ولازم المراه تهتم بنفسها. اكيد لازم تحترم، وممكن تكون بنت صغيره مش متزوجه، لازم الفحوصات. شكرا، احنا استفدنا يا دكتور منك جدا، واكيد في لقاءات بعد كده، وهنكمل حوارنا بعد كده يعني معانا من استفاده حضرتك معانا. نشكرك جدا، ونستكمل حوارنا في حلقه قادمه. اعزائي المشاهدين، نشكر الدكتور ونروح فاصل مع ضيف جديد.